ما هي القوة؟ هي تحصين أنفسنا من الوقوع في خطأ، هي هاي القوة. الوصول، أكو تعريف آخر للقوة، الوصول إلى الهدف من دون خسائر أو قلة بالخسائر، هذا أيضا تعريف للقوة. توصل لهدفك بس ما تخسر هواي، تلاحظ. لكن من تسألني أنت شو تفضل يا تعريف، أنا أفضل الأول اللي ذهب لجملة من علماء الاجتماع ويتفق مع القرآن الكريم. أستاذة في جامعة هارفارد من تتحدث في تخصص علم الاجتماع عن القوة تقول القوة هي الحصانة، دائما القوة تلعب دور الحصانة، كأنما القوة هالة 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 تحيطك، ما تخلي أي ضرر يوصل لك أبدا. أشوف البعض هز راسه، يعني صح، يعني مقتنع بالفكرة. شوف ابني، خلي أقول لك فرد شيء، أحقر إنسان في هذه الدنيا هو اللي يخلص شغلته منك ويذبك. مثل هيك نماذج لابد أن يتوفر عنصر القوة. راح تقول لي شلون؟ لا تخليه يوصل لغايته، لا تخليه يستغلك. راح تقول لي أقدر أعرف اللي يستغني؟ بل تقدر تعرف اللي يستغلك، واضح ذاك وين؟ اللي يستغل دائما اللي يحب ياخذ منك ما ينطيك أبد. من تشوف هيك شخص أعرف أنه هذا حقير،